أيتها الفضائل أيتها المفاضل، مثلة للشارع الإسلامية الجزائرية، مدرسة أصيلة لتعزيز الوحدة الوطنية وتغذية سلوك المواطنة وتنمية قدرات الشباب وتشجيع التطوعي والتكافل الاجتماعي، ومرجعا في مجال تأسيس أواصر الأخوة وحب الوطن والوفاء لرسالة الشهداء. وقد أدركت عبر تاريخها الطويل أداء دورها في المجتمع، فكانت مضربا مثلا في الالتزام والبطولة من أجل الدفاع عن الأمن وأخلاق الجزائريين والحفاظ على هويتهم وذاتهم، ومثلت نموذجا مشرفا في النضال والتضحية في كل غال ونفيس في سبيل رفعة الوطن وسيادته، فهي قد ورثت المجد والشموخ وأورثتها للأجيال جيلا بعد جيل، فكانت ما ذلك باسم الذي حافظ على تماسك المجتمع في زمن الاستثمار ضد محاولات المساس بهوية الأمة الجزائرية وعراقتها. لقد أسندت الكشافة الإسلامية الجزائرية من خلال نشاطاتها الثقافية والتربوية المختلفة في تحفيز الهمم وإفكار الحس الوطني والحماس الوطني.